الهابتس او العادات الغلط اللي احنا بنعملها. ايه بقى؟ احنا ممكن تبقى اسناننا سليمه وحلوه بس احنا بنعمل حاجات غلط. زي اولا في الاكل والشرب متعودين على الكولا، صح، على الحاجات اللي فيها احماض كتير، السكر، سكريات عامه، سكريات، كل الحاجات دي بتعمل اتريشن او ابريجن في الاسنان. فبتدخلك يعني ايه بقى اتريشن وابريشن؟ اتريشن يعني تاكل في سطح السنه. تمام. يعني السنه دي مش 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 ده مش ده شكلها الطبيعي، تبدا يحصل لها تاكل او يحصل فيها بورز ثقوب انت ما تشوفيهاش، توصل برضو الاحساس بالالم. تمام. دي عاده غلط. طيب اطفالنا اللي بتنفسوا من بقهم، ده بيأثر على شكل الاسنان والفك العلوي وبيحصل فيه تاكل بسبب ان الهواء اللي داخل مش اكسجين بس، مش داخل لك من الانف بس، ده داخل من الفم كل شيء، ده برضو بيعمل تاكل في الاسنان وبيسبب حساسيه. تمام تمام. طيب كنت عارفه المعلومه دي خالص. لا، في هابت تانية بقى برضو الناس بتعملها، طريقه غسيل الاسنان. احنا معتقدين ان انا لما اجيب فرشه خشنه هارد واغسل سنيني كتير قوي واقعد ادعك قوي فيها ان كده هي هتنضف وان كده هي جميله وانا ما اذيتهاش، بعمل ايه غلط؟ لا، وفي ناس بقى ما شاء الله يعني بتغسل الاسنان وسايبه اللثه، كان اللثه دي مش جزء من بقه، هو بيغسل اسنانه بس. وكده لو غسلنا اللثه مش هتلتهب؟ اللثه بتغسليها كانك بتعملي لها مساج، عارفه ما تدلكيها وتنزلي الدم الفاسد اللي فيها، مره في مره لونها نفسه هيتغير وهتحسي ان لونها وردي وجميل، وانت هتحسي حتى بان النفس اتغير. انت ممكن تكوني بتغسلي اسنانك والنفس مازال مش حلو، عشان احنا مش بنغسل اللثه ومش بنغسل اللسان. على فكره دي برضو نقطه اللسان مهمه. مهم طبعا. تمام. في برضو عاده تانية غلط. ايه؟ الناس اللي بتقرقط ضوافرها. طيب دي برضو بيعمل اتريشن للاسنان اللي قدام، بيعمل تاكل في الاسنان اللي قدام، ودي برضو عاده مش مظبوط طبعا. طيب الناس اللي بتحب كل شويه تبيض اسنانها، كل شويه رايح للدكتور ابيض اسناني ابيض اسناني، مش بيدي فرصه للسنان انها ترتاح. الناس اللي متعوده تجيب معاجين مبيضه في البيت، لو انا استعملت المعجون ده اكتر من مرتين او مره في الاسبوع، غلط. مرتين او مره في الاسبوع؟ ده يعني ده انا صبح وبالليل بقالي سنين ده ماكسيموم. لا، بالمعجون العادي اوكي، مره الصبح ومره بالليل بس بيصفروا، ما ينفعش. يا دكتور انت بتعملي لها ابريجن، انت بتشيلي منها طبقه، على المدى الطويل انت هتحسي فعلا بفرق فعلا، وهي مره في الاسبوع كافيه او مرتين في الاسبوع كافيين ان هو يشيل لك كل الصبغات اللي اتكونت طول الاسبوع. لكن مره كل يوم هي بتشيل الاساسي. طيب في ناس تانية بقى عندها بروكزيزم. يعني ايه بروكزيزم؟ يعني بيعضوا على اسنانهم، بيجزوا على اسنانهم. موجود ده الجز ده بسبب طبعا طبيعه الحياه، احنا كلنا مشغولين ومتضايقين وعندنا تنشن، صح، الجز ده لوحده بيعمل برضه تاكل في الاسنان طبعا.